قبل الدين رح عنا اتصال من احد المشاهدين. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا، مين معنا؟ انا مدام فاطمة. اهلا وسهلا فيك يا مدام فاطمة، شو الاخبار؟ تمام الحمد لله. طمنينا، شو عامل كلام في سرك؟ لا تمام. برنامج بصراحة يعني تحفة، بصراحة انا بتابعه على طول كل يوم، وبصراحة بتابعه عشان دكتور عمرو، انا اصلا البيشن بتاعته. خي اهلا وسهلا فيكي. عال عال، صار عندنا مشاهدين من ورا دكتور عمر. اتفضلي. كنت عايزه اسال، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك يا فندم؟ مش عايزه افكر حضرتك بيا، بس انا بتاعت القصه الكوميديه دي اللي هي بتاعت الولاده لما جوزي ما كانش موجود. تمام يا فندم، ذكرت. ازي حضرتك يا فندم، عامله ايه؟ في عندك سؤال بهذا الموضوع ولا بس حبيت تسلمي؟ لا انا حبيت اسلم على الدكتور، وبعدين كنت حبيت اسال، هو المفروض سونار رباعي الابعاد الافضل ولا ممكن الثلاثي عادي مفيش مشكله؟ اوكي شكرا لك. رح نسمع الاجابه من دكتور عمر. عم تسال الثلاثي ولا رباعي؟ ما بياثر، ما في مشكله. هو خلاص يعني دلوقتي كل التقنيات الحديثه بقت موجود السونار رباعي الابعاد، هي مش بتفرق كتير، بس في حالات معينه بحب اشوف الرينج اوف موشن، يعني بشوف الحركه بتاعه البيبي كامله عشان اتاكد ان هو ما عندوش اي مشاكل في الموفمنت بتاعته. اوكي، بس ساعتها رباعي الابعاد بتفرق معانا. اوكي، وهي الضروري يعني بهالحاله. ما انا شو نمت شفت شو بهمهم الامهات اذا شقي او هادي. هلا هي قوي منار مبين. مبين. في عنا اتصال اخر. الو الو، ام احمد. الو، ايوه، مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي، ما اهلا وسهلا. نكلم الدكتور؟ اكيد، اتفضلي الدكتور معك. اتفضلي. شكرا. ايوه فندم، زهد. اهلا يا فندم. من فضل حضرتك، انا حفيدي اتولد في 1/4، وبعدين الصابع الوسطى مش موجود، اتولد من غير الصابع الوسطى. نعم. ممكن اعرف من حضرتك ايه الموضوع يعني في الحكايه دي؟ اوكي تمام. في اي تشوهات تانية في البيبي عنده مثلا؟ طفل مونجول، يعني في اي مشاكل تانية في البيبي؟ في مشاكل في المخ، في مشاكل في الرئه او في القلب، في حاجز في الرئه؟ لا، احنا عملنا عليه كشف في المستشفى لما شفنا المنظر ده. عملتوا اكوا؟ عملنا عليه كشف في المستشفى، وهو كان مولود في بلد عربي يعني. اوكي. فعملوا عليه فحوصات وكده، وقالوا لا ما لهوش علاقه خالص باي حاجه. أوكي. هو تطوراته دلوقتي يعني طبيعي، بيفهم يعني، حتى لماح دلوقتي بيصحف لانه مواليد 1/4. مش متاخر. مش متاخر يعني؟ لا لا لا، هو كويس جدا. هي الام كانت بتاخد اي ادويه مثلا معينه اثناء الحمل كانت المفروض تاخدها؟ اعتقد الفيتامينات اللي كان الدكتور برضه كاتبها لها، دكتور النساء يعني. بس ما كانتش بتاخد ادويه ثانيه خالص. لا لا لا، بس الفيتامينز. طيب يا ام احمد، رح نشوف الاجابه من دكتور عمر، وشكرا كثير لاتصالك. بهالحاله كيف بيقدروا يتوصلوا لحلول يعني؟ هيدا في حاجه اسمها رايزوميليا، يعني مشكله ان الاطراف نفسها بتبقى قصيره شويه. احنا اول حاجه لازم تعملها تعمل حاجه اسمها كاريوتايبنج، يعني تحليل وراثه، عشان نطمن ان مفيش اي مشاكل وراثيه موجوده في البيبي. نعم. برضو من الحاجات اللي احنا بنحب نطمن عليها ان هي تعمل اكو على القلب بتاع البيبي، عشان نطمن ان مفيش اي مشاكل في التشامبرز بتاعه الهارت او مشاكل في القلب بتاع البيبي. لو عملنا كل الحاجات دي كلها وطلعت الحمد لله البيبي فري، هتابع بقى مع دكاتره العظم بعد كده، شوفوا لو هم هيقدروا يعملوا اي حاجه بحيث ان هو يحسن الفانكشن بتاع البيبي، وحتى الشكل كمان بيظبط. الشكل طبعا كوزماتيكلي، والوظيفه بالظبط كده. دكتور عمر عباسي، بدي اشكر كثير حضورك ربنا معنا وعلى هالفقره اللطيفه اللي كان فيها كمان اضاءه على هذا الموضوع. طبعاً. منار، بدي اتشكر كثير حضورك معنا. خلاصك بالسلامه. ام عمر، خلص مش رح اسميها بقى منار، ام عمر. وهلا بس تولدي اكيد شو بيكون ناقصنا؟ دايت، ما هيك؟ لازم نرجع نخس. بقى هلا بمساعدتكم. بمساعدتنا وبمساعده المحطه التالي لكل الاشخاص اللي بدهم يعرفوا شو اكثر شيء دارج من انواع الدايت. تابعونا مباشره بعد الوقفه الاعلانيه.